هيا. وايضا معانا كمان نائب احمد همام، هو ايضا نائب عن هذه المنطقه. سياده النائب مساء الخير، من رؤيتك ايضا كيف تفسر هذا الحشد الكبير في السنبلاوين نحو الخروج والمشاركه في الانتخابات الرئاسيه؟ مساء النجاح، مساء الانتصار يا استاذ مصطفى. نعم. مساء الخير يا استاذ مصطفى. نعم. احييك على وطنيتك العاليه. ربنا يخليك، ربنا يخليك. وطنيتك الكبيره. انت زميل اعلامي وزميل برلماني ايضا. ربنا يخليك استاذ احمد. اتفضل. الدقهليه يا فندم بلد عظيم. الدقهليه محافظه كبيره متراميه الاطراف. نعم. الدقهليه فيها حوالي 7 مليون مواطن و4000 صوت انتخابي. نعم. الدقهليه بلد العلماء والمثقفين وبلد الادباء والكتاب والشعراء والفنانين. نعم. الدقهليه عباقره في كل المجالات، في شتى مجالات الحياه. نعم. فعلا، وفي السياسه وفي العلوم وفي الاداب. اثبتت الدقهليه الوطنيه الكبيره في التفافها حول رئيسها الرئيس عبد الفتاح السيسي الذي انقذ مصر، انقذها من الاختطاف، أنقذها من الإرهاب الغاشم، أنقذها من أعداء الإنسان وأعداء الإنسانية وأعداء الحياة. الرئيس عبد الفتاح السيسي يعني مش هنتكلم على مشروعاته، احنا هنتكلم إنه عاد لنا وطن بعد اختطافه بكل مقدراته، حتى بال 100 مليون الفضل لله ثم للرئيس السيسي في عودة البلد بشعبه بأرضه بترابه إلى وضعه الحقيقي قلب الأمة العربية. نعم. نعم. شعب الدقهلية دائما يعرف متى يكون واقفا بجوار الوطن، في أي محنة يمر بها الوطن يطلع منه أبطال في كل المجالات. نعم. الدائرة اللي أنا فيها دائرة السنبلاوين والتمييز الأمني، هذه الدائرة أثبتت فعلا أنها هي التي أنجبت أحمد باشا لطفي السيد. نعم. وأم كلثوم وفاتن حمامة وأسامة الباز وفاروق الباز وحسين باشا هيكل الروائي العالمي. نعم. المعروف. نعم. وأثبتت أنها بلد دائما تقف أمام الشعب المصري وتقول نحن هنا. نعم. نحن هنا في السنبلاوين وتمييز الأمجيد. وأيضا مش هنسى الضيف أحمد الفنان العظيم. نعم. العبقري. نعم. من تمييز الأمجيد. نعم. احنا طلعنا رقم واحد على مستوى المحافظة. نعم. السنبلاوين. نعم. صوت منها يا فندم 169 ألف صوت وكسور. نعم. وتمييز الأمجيد 69 ألف أو ما يقرب من هذا الرقم. احنا الدائرة طلعنا رقم واحد على مستوى الدقهلية، وعلى مستوى المراكز احنا 20 مركز ومدينة. السنبلاوين طلعت الأول رقم واحد وأختها الشقيقة العزيزة